تقنيه بسيطه اوريدي اتوقع انكم تقدرون تقولونها مثل ما شفتوا اللقطات البدايه، ان انت تغير من سلاح الى سلاح خلال الفايت نفسه. وات شيكن بيكن يا جماعه، نبتديها ب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله مبسوطين، ان شاء الله من افضل الى افضل. معكم كيلن، يطمح ان يكون يوتيوبر ناجح وبثات ناجح، يقدم لكم محتوى يخليكم ترسمون ابتسامه على وجهكم الحلوه. كل انفيدر او اي شخص يحب البي في بي في لعبه ايلدن رينج صارت له الهرجه دي. ايه مجد رصيده، لكن بعد تقنيه اليوم يا المراه اللي حلمكم عليها سبب ارتباك للخصم ما يعرف ايش اللي بيجي هو، وسواء اللي معاه اذا كنت انت انفيدر او حتى لو 1 في 1 وربنا حتدعسه لانه ما هو عارف ايش هو اللي بيجي اصلا. علموا يا المراه، ما اطول عليكم، راح اخليكم مع الفايتات او الانفيد، حتشوفون كيف نحن استخدمناها. على اخر الفيديو ان شاء الله اعلمكم المكان والطريقه المعينه انك انت تتدرب على الهرجه دي. بسم الله. هلا والله، السلام عليكم. لا لا متحمس مع الموبايل حقه يا ساتر. او نو. طيب عندك بابل شايفك الحين قاعد تزعج خويك. اخرج ذا. احشو ان عندي شيل. اوكي انا بتحملك يا موبايل سبامر. هذا افتكينا من البابل. تعال يا كري. احيا الدمج. ايوه بدي استرغبي. يا عمري يا كليبر. ما في هيل يا كري. تعال. ما يقدر هيل الحين. خلينا هيل انا. عين من الله خير. الحين مفاجأة. مين اللي عنده موبيل؟ تر ولا؟ اوكي. يا اخوي خلاص يا اخوي يا مسلم. عوض الله منك. يلا لا مو دمج كثير. الهوست بدا يجي. يا رب يا الله. ترول كري. يا الله القم. القمه خليك. انا اللي ترول على راسك دالحين. انا اللي ترول على راسك. تعال تتفكر عندي منبل. لا بكل شيء ثاني ان شاء الله. تعال يا قلبي. يلا مو دمج عالي. القم بس. والله انا اللي قمت والله. لا غبي انت غبي. يا عمري السلام عليكم. فكذا ما شفتك يا كريه. تعال. اثنين. يلا بسم الله. ليه تنحشون؟ تعالوا. سمعتك يا لمي. روحها. تعال يا كريه. وجع من فيل طلع. اوكي دهج بابا. لا يا ساتر. راح الفلاسك حقي. مو الفلاسك سوري. لا الفلاسك. يا ساتر. هيل يا بابا. ما مداكم ها؟ اوكي حركاتكم كذا ها؟ طيب معلي. تبغى حركات وسخ؟ حركاتكم الوسخه ذي بلعب بشيء وسخ انا كمان. تعال يا قلبي. نظامك قدره يا غدار. طيب اوب هذه كانت سيئه. تاج حبيبي. ما يمديك تصيدني. ما توصل يا بابا. طيب كيف العمليه معاهم ذي الكريم؟ يا ساتر ما امداني حتى تشيده. كسلته يا كريم. كسرته قصدي. حتى قاعد تكلج يا ساتر. اوه ماي جاد. دوج حبيبي. والله ملقلق ذا. القم انت. دوج المنفيل. ما عندي مانع. يا الله. هيل. لا تراجع شويتين. دوج. لحقوني عادي ترى انا صبور. صدتك؟ يس ما يقدر هيل. نايس. القم يا نمير. نايس. دوج. غير. الحين تعودوا على الموبيل. تعال. تعرف الديث بوكر ولا تعرف؟ جبابة. تعرف الديث بوكر؟ تعرف له؟ تعال يا حبيبي. حط لنا شيل. دوشتها بكسرت شيلد يا اخي كراها. تعال. دهاج يا حبيبي. الموبيل قديم. ايه دوج في الفاير. ايوه هذا اللي كنت ابيه يا اهبل. هذا اللي ابيه. تعال
ما في هيل، ما في هيل ذا الحين. ها شت 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 شت، استعجلت انا في الهيل دي. الجو ليتس جو ليتس جو، يلا طلع الطاقم، عندي طاقم عندي طاقم. تعال ضرب داج، يا ساتر يا ساتر، نايس رجعت لي هيل من اللي تو قتلناه. شت 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 شت، تعال 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 تعال، يا الله تعال بس سلاح يدعسك صح. تعال تعال يا الله صح، ايش فيني انا نسيت اني دايم عندي هيل. داج لا 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 لا، فضحت الاشفور حقي انا. طلع وافي وافي، مضبط بينتبه، خليه يجي. القم القم، يلا يلا يلا، ما عندي هيل ما عندي حاجه. هنتر، ايش هنتر يا حبيبي، والله تو قاتل اثنين. حط الشيلد احتياطك، الهنتر يجي لنا نهيل ذا كل ما يبغى يجي. 3 hours later، زين زين، على الاقل ما يدري عنا، ناخذ نهيل قاعدين نهيل. حلو حلو حلو. اي ايش هنتر، هنتر ثاني ذا، هنتر ثاني، والله يا ساتر. تعال يا كلب لازم اقتله، يا الله الهنتر جاي من هنا وهنتر هنا. لا تاج تاج تاج، يا الله ما عندي ولا هيل، وصاروا ثلاثة مرة ثانية، والله ظلم وربي ظلم. رجع رجع الموبيل، رجع الموبيل، شيل جلامير اكسر البابل حق الداش عشان اذا ضربناه يمكن يموت على طول. نجي من وراهم، تمشى على الخفيف ما نطلع صوت. اه شت شافني ذا، تاج قلبي. اه دوج وش لهم فيها سهل. اوكي لا لا لا، بسم الله. اه اثنين، اشوفكم المباراة مسوي دافع عنه. طيب القم هذه وهذه، تحال القم. طيب لا تهيل، اذا ما تبغى تهيل ما عندك تهيل الحين يا الامير. تعال، لا والله المفروض تصيده اكري. تعال اكري، والله المفروض ميت، ما عندك تهيل ما عندك تهيل. ها ما عندك تهيل، اوهو تفضل. اوه مات، شت ايش كان شال الهوست ينقذه. لا 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 لا، الدمج الدمج حق السلاح ذا مره قليل. اوكي اوكي خلاص 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 خلاص. السلام عليكم، السلام عليكم، ما توقعتها صح؟ ما توقعتها. ايش فيك شو قاعد تنحاش؟ ايش فيك؟ وين رايح الامير؟ ها؟ تعال انت، تعال تعال يا كريم، تعال انت عندك شيء ثاني. انت الا قتلك بلا سلاح، تعال. سويت تضغطني؟ اح سويت تضغطني توجهك ذا؟ طيب طيب ما عليه ما عليه. ما عندك هيل عشان تهيل انت، ما استفدت. عندي عندي خطة عندي خطة عندي خطة. تعال بشوف 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 بشوف. سبرايز ماذر فاكر. يا امير تعال. ليتس جو. يا عمري. 3 2 1. وطبعا يا مرا مثل ما وعدتكم حوريكم فيه تدربون على هذه التقنية بالمكان المناسب في نوكرون اترنال سيري، هنا عندكم تحت تحت الارض في نوكرون اترنال سيري انسسترال وودز الجريس. هذه تروح على اليسار كذا، بتروح على المكان اللي تحت حق كوستراني، تمشي 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 توصل تحت، عندها اثنين امم كتيرز اللي تشكرون على شكل تارنش، تقدر تحداهم على شكل بي 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 بالضبط. تضرب واحد بعدها على طول تدخل تغير السلاح اسرع ما يمكن، وتحاول تضرب بالسلاح على طول سواء بالاشفوار او انك تضرب ضربة عادية ارون على حسب الشكل اللي انت تشوفه. مثل ما انت شايف قبل شويه شفت احد الامم كتير صاير مره مره اجسف، صاير يضرب كثير كذا، على طول فحولت على الاشفوار المناسب اللي حسيت راح تقتله، بعلت عنه على طول قتلته زي كذا. مثل ما انت شايف بالبدايه حتاخذ اي سلاح على طول بوجهك بتشوفه، لكن بعدين حتاخذ السلاح المثالي بالاشفوار المناسبه عشان تحلك المشكله اللي انت فيها. وكمان كنصيحه، اذا تبغى تتطور كبي بي بي او انفيدر او تبغى تطبق التقنيه او تقنيات ثانيه تتعلمها، تفرج على ناس يحبون يسوون انفيدز او يحبون بي 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 بصفه عامه. على طاري هذا الموضوع عندنا بعض الفيديوهات هنا تقدر تتفرج عليها الامير. خلاص استفدت من هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والتعليق بالتعليقات، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي المره.